احنا الفتره اللي فاتت اتكلمنا يعني على الاسينشال سكيلز او السكيلز المطلوبه ان انت تبقى رائد اعمال. اتكلمنا منها على سيلز اند ماركتنج، اتكلمنا منها على ريكروتمنت، اتكلمنا على الليدرشيب. في واحده كده اساسيه احنا بننساها وهي دايما الانتاجيه اللي هي البرودكتيفيتي. دي من اهم السكيلز اللي لازم رائد الاعمال تبقى عنده المهاره بتاعه الانتاجيه. وممكن ايه، احنا دايما في حياتنا سواء كانت مدرسه او شغل في شركات كوربريت، احنا مهيئين جوه ستراكشر معين اللي احنا يتقال لنا نعمل ايه ونسلمه في الوقت الفلاني، ونتغدى امتى، ونطلع اجازه امتى، ونمشي من الشغل امتى. ده كده ستراكشر انت داخل فيه ما عندكش فيه قرار. لما بتبقى انتربرينور او رائد اعمال، انت الستراكشر ده كله بيتشال، بيبقى زي الفيلم اللي بنتفرج عليه في الكريسماس اللي هو ايه، هوم الون، بتبقى لوحدك مفيش ستراكشر. فاهمين ان الدنيا بعد المدرسه بعد الجامعه، حتى لو انت اشتغلت في شركات كوربريت، انت بتبقى داخل جوه ستراكشر. اول ما بتبقى انتربرينور الستراكشر ده كله بيتشال، وبتبقى انت ايه، هوم الون. وهوم الون دي مشكله، لانك لما بتبقى هوم الون بيبقى دايما وراك مليون حاجه عايز تعملها، بس في الاخر ما بتعملهاش.